ما حكم طلب الدعاء من الأموات علما بأنه لا يعتقد في الميت وإنما قصده الله تعالى؟ فهل هذا يعد شرك أكبر أم أنه أصغر أو بدعة؟ نعم، هذا يعد شركا أكبر. اللي يطلب من الأموات شيئا، أي شيء، دعاء أو شفاعة أو شفاء مريض أو غير ذلك، هذا يعتبر شركا أكبر، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، الأموات لا يطلب منهم شيء أبدا.